كل ليلة أحد جمهور قناة دبي راح يكونون على موعد مع برنامج 40 الجديد اللي بتستضيف من خلاله جيسيكا عزار عدد من المشاهير في العالم العربي في حوار صريح وعفوي ينطلق من إجاباتهم على 40 سؤال. وأولى ضيوف ليلة الأحد الماضي كان خالد أمين اللي بإجابته على واحد من الأسئلة 40 كشف عن احتمالية مشاركته بعمل إلى جانب دانييلا رحمة. وفي الحلقات الجاية نحن بنرافق جيسيكا في الكواليس علشان ننقل لكم الأجواء مع ضيوفها من خلف الكاميرا تماما مثل ما بنرافق هشام الهويش في كواليس كاربول كاريوكي بالعربي اللي أمس استضاف كارول سماحة. والأجواء العفوية اللي تابعتوها بالحلقة ما اختلفت أبدا عن الكواليس، وهذا اللي بتشوفونه في تراكينج ستوري نمبر 1. كتير حلا غير شكل، مهضومة كتير، عفوية، كنا على طبيعتنا مرتاحين، خاصة أنا عندي فكرة بعرفه لهشام، بعرفه من ستار أكاديمي، فبعرف شخصيته أوريدي وبعرفه من وراء البرنامج. روعة روعة على فكرة، يعني كارول سماحة، سماحة إنها سمحة، يعني فعلا دمه خفيف بالسيارة مو طبيعي. لكن أنا دائما أوعد إنه كل فنان يركب معي بالسيارة أو بالكاربول حتشوفوه يعني كما لم تشاهدوه من قبل. بهالطريقة اختصر هشام وكارول أحداث حلقتهم اللي بدت كالعادة بجولة في شوارع دبي. جاهزة؟ جاهزة. ويلا يا طويلة العمر، يلا بوكس من هنا وبوكس من هنا وشغل يا حبيبي. في أغنية فرنسية بتحضرني لحظة حطلع اسمها جوسوي مالات. الله نفسي تغنيها على لحن لأم كلثوم. جوسوي مالات. جوسوي مالات. الله الله. وي. ومن أعمالها الخاصة غنت كارول مجموعة من أجمل الهيتس. كانوا عم بيقولوا لي إنه الهيتس كتار صراحة مش قادرين نحصرهم بعشر أغاني، ففي كتير أغاني قالوا لي إحنا نضطر نحرها بنحطها بالريبورتاج قد ما في أغاني هيك ناجحة وما عنا مطرح نحطها. ومن بعد هالجولة وصل هشام وضيفته للمحطة الثانية بهالحلقة، واللي يبدو أن هشام استقصده لسبب يعود لأيام ستار أكاديمي، المكان اللي تعرف فيه لأول مرة على كارول. أنا ما بنسالها الله يعطيها العافية، أنا كنت مسوي دايت وجبت لي برجر هدية، فأنا يعني لن أنسى لها. وكذي ردها هشام. هي جبت لي أمريكاني، أنا جبت لها إيطالي. زبطت اليوم لسلك الجو العام رائع والله. غيرت عليك كارول من وقتها لليوم؟ للأمانة لا أبدا، الروح الحلوة، الابتسامة الدائمة، هي ما شاء الله عليها خريجة مسرح، فدائما الخريج المسرح عنده جلاد أنه يصور وما عنده مشكلة في أي يعني في أي ضغط عمل أو تصوير، وما شاء الله عليه الابتسامة ما تفرقها يعني. وبالفعل ابتسامة كارول ملأت الست يومها بالرغم من كل هالمشاكسات اللي حاول هشام يفتعلها. باي هاند؟ باي هاند. هاي كارول ولا برستيجك أعلى من الباي هاند؟ لا ما أنت برستيج عم تعمل من خلعة وقلت لي برستيجي أنا. باي هاند باي هاند باي هاند. والله الله يا أبو الهيز والله سبحان الله، الرجل أشطر من المرأة في المرأة، حنا راكبين بكل شيء. لين ما طاحت بيتزا كارول وتحول الضحك والمزح لمشكلة ما قدر هشام يهرب منها. ايه عصبت انه عن جد كنت عجبتني بيتزا تبعي، هيك صبتها بالعين للبيتزا تبع كارول. شفت شو اللي صار؟ ليش هيك بيتزا تبعك بتجنن؟ ليه احلى من بيتزا تبعي؟ لحتى اخر شيء شفت بالبيتزا بالحيط وقعت على الارض. عن جد انا انسان اقول حقائق، شفت شيء جميل اعجبني ابهرني انا حتجنن. حيجي يعجبك، فوتوا بالحيط للزلمه. بس على فكره الناس رح يفكروا انه مفتعلين المشهد، عم بحكي جد انه قد ما ضلوا يمدح البيتزا تبعه. وليش تبعك البيتزا فيها اكثر خضره وليش طالعه احلى؟ ما فتهنت ما فاتت على الفرن. معقوله انا عيني حاره؟ والله ما صدق يا ناس. وعلشان نغير الاجواء شوي قررنا نسال كارول عن علاقتها بالمطبخ. بحب كثير الاكل وبحب كثير بطني ومزوقه بالاكل، بس صراحه ما كثير عندي صبر اقعد ساعات، يعني ما عندي وقت ما عندي صبر اقعد. بس يوم يكون عندها وقت كارول بتبدع باكثر من اكله. بعمل التبوله رائعه، بعمل باستا انا بطبخها على طريقتي، بعمل اخترعت شيء اسمه مثلا جينجر باستا، بخترع طبخات. وطبيعي إن كارول ما يكون عندها وقت كثير للمطبخ، فكل وقتها مستثمرتنا في أعمالها، فهي بكرة راح تطلق أغنية الجديدة اللي بتحمل اسم فوضى.